ومعانا دلوقتي ومشرفنا الاستاذ الدكتور عمرو جاد، استاذ جراحه الاوعيه الدمويه كليه طب جامعه القاهره. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيكي، ازي حضرتك؟ الحمد لله تمام. كنا عايزين نشوف نسال راي حضرتك في مؤتمر ايماكس السنه دي. والله هو مؤتمر ايماكس السنه دي ماشي في تقدم الى تقدم، وتقدم سريع كمان عن دي النسخه الثالثه منه، اتعمل السنه اللي فاتت واللي قبلها. الحقيقه انا شايف ان في تقدم كبير جدا، سواء في الموضوعات اللي بتطرح للمناقشة، سواء في عدد الحضور، سواء في اشتراك متخصصين وجراحين وأساتذة في جراحة الأوعية الدموية من معظم دول العالم وبالذات الدول الغربية، وكذلك طبعا من الدول العربية الشقيقة. تمام. كنا عايزين نسأل ايه الجديد في جراحة الأوعية الدموية؟ هو جراحة الأوعية الدموية طبعا مثلها أي تخصص آخر، لكن الصراحة يمكن أكتر بتحوز على تقدم سريع جدا في أسلوب العمل، في التقنيات الحديثة، في انتقال التخصص جراحة الأوعية الدموية من فكرة الجراحات التقليدية اللي كانت على مدى أكتر من نصف قرن بتجرى، انتقالها الى طفرة جديدة وهي الجراحات عن طريق القسطرة، او بنسميها المينيمالي انفيزيف، يعني التدخل قليل، وذلك عن طريق استخدام القسطرة التدخلية. ففي معظم جراحات الأوعية الدموية الان الواقع بيقول ان موضوع العلاج عن طريق القسطرة التدخلية هو الاحسن ونتائجه أحسن، مضاعفاته أقل، وبالتالي يعتبر هو الاختيار الأول لمعظم الجراحين، وبالتالي يناسب معظم المرضى، لأن هذه الطريقة في إجراء إصلاح للأوعية الدموية وعلاج مرضى الأوعية الدموية بتوفر كثيرا من الجهد، بتوفر فترة طويلة كان بيقيمها المريض في المستشفى، تكلفة عالية للإقامة في المستشفيات لأن تكلفتها عالية، في نفس الوقت بتدي نتائج في الواقع أثبت أنها أحسن بكتير. في مرحلة معينة كان في بحوث لفترات طويلة منذ منتصف التسعينيات بتحاول أنها تثبت مين من الطريقتين أحدث أو أحسن، وبتدي نتائج أفضل بالنسبة للشفاء من الأمراض الأوعية الدموية، هل طريقة الجراحات التقليدية ولا طريقة التدخل عن طريق القسطرة. وظل فيه هناك زي ما نقول تنافس شديد بين الجهتين أو بين هذه المنظومتين، وكان في حاجات بترجح كذا وحاجات بترجح كذا، في مضاعفات لكذا في مضاعفات لكذا، لكن الحقيقة آخر 5 سنين أو 10 سنين الأمور استقرت تماما في أن معظم الأمراض ومعظم الإصابات ومعظم المشاكل التي تواجه المريض في جراحة الأوعية الدموية، سواء تمدد الشرايين أو انسداد الشرايين، الاختيار بتاع القسطرة والعلاج التدخلي الحقيقة أثبت إن هو بيجيب نتائج أفضل بكتير جدا، إلا في بعض ما ندرة من الحالات التي لابد أن نستخدم الجراحة التقليدية. وهنا بس دي رسالة بنوجهها لكل الناس وبالذات صغار جراحي الأوعية الدموية، ما ينسوش إنهم جراحين والتخصص اسمه جراحة الأوعية الدموية، إنه في أي وقت ممكن المريض يحتاج منه تدخل جراحي، سواء اختياره ويكون كده أو أثناء ما بيعمل قسطرة تدخلية يحدث بعض المفاجآت أو المضاعفات تضطر إلى إجراء هذه الجراحة. تمام. في نهاية اللقاء بنشكر حضرتك جدا. شكرا جزيلا. شكرا.